بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء في جامعة الجميع الذكية، أرحب بكم في هذه المحاضرة من مساق إدارة الأفراد والمؤسسات Managing People and Organizations. أنا معكم دكتور صلاح الدين أبو عبدو في هذه المحاضرة الثالثة، والتي سنناقش من خلالها individual differences، الاختلافات الفردية الخاصة بالموظفين أو العمال داخل أي مؤسسة ومدى تأثيرها على أداء المنظمة. individual differences الحقيقة من خلال هذه المحاضرة سيكون لدينا outcomes of the chapter. أول شيء رح نتعرف ونوصف شو هي طبيعة الاختلافات الفردية لدى العاملين، شو المقصود بمفهوم الملائمة للموظف داخل الشركة، وشو هي الوظيفة الخاصة بمراجعات حقيقة الوظائف. كذلك حنعرف البيرسوناليتي وحنوصف الأطر الخاصة بالشخصية العامة، وكذلك حنشوف شو هي السلوكيات اللي بتأثر في البيهيفير ان اورجانيزيشنز. إضافة لذلك راح نعرف ونناقش بعض السمات الشخصية المهمة اللي بتأثر أيضا في أداء المنظمة. علاوة على ذلك أيضا راح نناقش الكاينز اوف انتليجنس، أنواع الذكاء، والتي تؤثر بالتأكيد على السلوك المنظمي. ثم أخيرا راح نوصف ونناقش الأنظمة المختلفة للتعلم learning styles، اللي بالتأكيد بتأثر على كيف الناس ممكن يعالجوا البيانات والمعلومات اللي بتكون بين إيديهم أو بيتعاملوا معها، وكيف ذلك يمكن أن يؤثر behavior in organizations. طبعا كمقدمة لهذا الحديث، نحن في أثناء دراستنا في الشابتر الأول مررنا معا على شفنا شو هي الخصائص المتعلقة بالمانجرز اللي لازم يكون لديهم حتى يصير عندهم تطوير لأدائهم الوظيفي وسلوكياتهم، كيف ممكن يطوروا الالتزام الخاص بهم، كيف ممكن يصير عندهم citizenship behavior داخل المنظمة، وكيف ممكن احنا كمدراء نقلل من السلوكيات اللي من شأنها ان يهرب او يكون لديهم تصرف سيء كعاملين، ان يهرب العاملين او يكون لديهم تصرف سيء. وفي شابتر 2 تحدثنا عن كيف البيئة المحيطة بالعمل وكيف اختلافاتها أيضا تؤثر على الأداء الوظيفي داخل المؤسسة، وعرفنا أن هناك عندنا مجموعة من الأشياء، منها التنوع ومنها العالمية ومنها التكنولوجيا ومنها الأخلاقيات واللي هي حوكمة المؤسسة، وكذلك اللي هي النيو employment relationships اللي ممكن تكون مع الموظفين الجدد. كل هذه بالتأكيد بتأثر على organizational behavior. وفي شابتر 3 نحن في الآن حنتعرف ونناقش على critical individual characteristics، البيرسوناليتي الخاصة بالموظفين وشو تأثيرها على اللي هو people behavior in organization، وكذلك شو تأثيرها على المنظمة نفسها. إذن هذه المناقشة هي مهمة جدا حتى نتعرف على خصائص الأفراد داخل المنظمة، ورح تستمر معنا في شابتر 4 أيضا، ورح نتعرف على الكور ثيوريز الأساسية والكونسبتس اللي ممكن تقود الموظف إلى أن يكون لديه الحافزية للعمل، وحنناقش ذلك كمان في شابتر 6 وأيضا في شابتر 7 أو في شابتر 5 وفي شابتر 6 راح نركز على كيف المدراء يمكن أن يستفيدوا ويطبقوا الموتيفيشن ثيوريز والكونسبتس اللي ممكن تخليهم يقودوا الموظفين إلى أداء أفضل من أجل تحقيق أهداف المنظمة. ك
كانترودكشن لو جينا تحدثنا عن الانديفيديوال ديفرنسز، احنا كمدراء او كمسائل لتلك المنظمة او الشركة لابد ان نسأل انفسنا السؤال الاساسي: What makes managers؟ ما الذي يجعل المدراء and organizations effective؟ هذا اللي احنا بدنا اياه. اذا كان المدراء فاعلين والمؤسسة فاعلة فنحن بالتأكيد سنحقق اهدافنا. طبعا هذه الاشياء يمكن ان تكون من خلال enhancing the performance behavior، انه احنا نزود اللي هو السلوك الادائي، كمان نزود الالتزام والارتباط بالمؤسسة، كمان ممكن يحدث ذلك من خلال انه احنا نزود المواطنة داخل الموظفين لانتمائهم للمؤسسة، وكذلك نقلل الشعور السيء لدى الموظف ورغبته في الانسحاب من المؤسسة او تغيير الكارير تبعه او الذهاب الى مؤسسة اخرى. هذه اساسيات لابد ان نعرفها من اجل ادارة فاعلة للمنظمة. طيب how does the environment matter؟ كيف مشكلة البيئة راح تكون؟ راح تكون عندنا عبارة عن اربعة صناديق اساسية. هذه الصناديق الاساسية هي عبارة عن العلاقة ما بين المنظمة وما بين الانديفيدجوالز، العلاقة ما بين المنظمة ما بين الجروبز في المنظمة، والعلاقة ما بين المنظمة وخصائص المنظمة نفسها، والعلاقة ما بين المنظمة والليدرشيب اللي بيقود هذه المنظمة. وكل علاقة من هذه العلاقات لها آلية كي نستطيع أن نتحكم فيها وأن نقود المنظمة ومكوناتها من أفراد ومدراء وسيستمز في اتجاه تحقيق أهداف المنظمة ونجاحها. إذن لو جينا قلنا why do individuals do what they do، إيش ليش الأفراد بيفعلوا ما يفعلونه، بدنا نقول في عنا individual characteristics خاصة فيهم، وفي عنا individual values قيم وperceptions، وفي لهم reactions، وفي لهم كثير من الأشياء الخاصة بالأفراد، وفي عندنا الموتيفيتنج بيهيفير اللي ممكن يكون داخل العمل ايضا نستفيد منه. اضافة الى ذلك لو جينا للجروبس، الجروبس تتكون من مجموعة من الافراد، اذا الجروبس اند التيمز مهمين جدا في المؤسسة والمنظمة من اجل تحقيق اهدافها، لانه كثير من الايش الاعمال نحتاج لها تشكيل مجموعات والقيام في فريق عمل بإنجازها. إذا الجروبز والتيمز مهمين. الديسيشن ميكينج اند بروبلم سولفينج أيضا هي مهارات مهمة جدا للجروب. الكوميونيكيشن مهم جدا. الكونفليكت اند نيجوشيشن أثناء عمل الجروب قد يحدث صراعات، قد يحدث مشاكل، لابد أن يكون هناك نيجوشيشن أيضا، تفاوض داخل الجروب. فتلك من الأشياء اللي هي إيش اللي لها علاقة why do groups and teams do what they do. ثم نأتي بعد ذلك إلى الorganization itself، characteristics and influence effectiveness. وقلنا إنه الorganization structure and design مهم جدا، وقلنا إنه الorganization culture الثقافة الخاصة بالمؤسسة أو المنظمة مهم، وقلنا لchange management إدارة التغيير أيضا هي عنصر فاعل ومهم للorganization. نأتي آخر شيء إلى مسألة اللي هو القيادة، وعرفنا انه احنا في عندنا انواع مختلفه من القياده، من اهمها التراديشنال ليدرشيب ابروتشز المناهج التقليديه، والمناهج المودرن اللي هي اللي لها علاقه بالليدرشيب، وهذا كله يكون له علاقه بالباور الخاصه بالليدر والانفلوينس والبوليتكس. اذا هذه مجموعه العلاقات الاساسيه التي لابد ان نستوعبها كمدراء، والتي تؤثر بشكل كبير على المنظمة، وهي تتمركز أو تتمحور في أشياء ذات علاقة بالأفراد أنفسهم، أشياء ذات علاقة بالجروبز والتيمز فرق العمل داخل المنظمة، أشياء ذات علاقة بالستركشر الخاص بالمنظمة، وأشياء ذات علاقة بالإدارة والقيادة الخاصة بالمنظمة لابد أن نتنبه لها بشكل جيد. إذن الريال وورلد تشالنج، وهي تحدي العالم الواقعي، individual differences that make a difference at Southwest Airlines، في خطوط الجوية الخاصة بشركة Southwest هناك العديد من الاختلافات الفردية اللي يعني ممكن أن نركز على هذه الاختلافات حتى نرى
يعني كيف استفادت هذه الشركة من هذه الاختلافات؟ أول شيء كان في عندهم fun and friendly customer service موجود، وهذا شيء مهم جدا جدا لنجاح خطوط جوية، لأنها بتشتغل في business entertainment، وبالتالي entertainment والenjoyment والأشياء هذه تحتاج إلى أن يكون في متعاونين مع الزبائن بشكل يعني friendly إلى أبعد الحدود. كمان هاي الشركة كانت بتآمن أنه التعاون أو السلوك التعاوني والمرح مع اللي هو الزبائن بالتأكيد هذا له إيجابيات، ومن ثم كانت تعمل هايرينج للناس اللي في عندهم هذه الخصائص حتى تجدهم يعني في تعامل جيد مع الزبائن. الإيرلاين أيضا يعني رغبت في أن يكون لديها موظفين عندهم كمان قدرة على انهم يعطوا مش بس مرح واستقبال حسن، كمان يعطوا اللي هو اهتمام للآخرين ويجعلهم يجعل الآخر يعني افضل منه ويبدأ به، يعني هو put others first، وكذلك هو مين اللي بياخد طبعا اللي هي قضايا الآخرين على محمل الجد وعلى أولوية واضحة. كذلك كان من ضمن اللي هو الميشن الخاص بالخطوط الجوية تبعت الساوث ويست انه deduction to the highest quality of customer service، احنا نرغب انه يكون في عنا جودة عالية من خدمات الايش الزبائن، delivered with a sense of warmth، يعني تصل لهم بحس من ايش من الدفء والفريندلنس وكذلك الصداقة، individually pride والاهتمام بالأفراد and company spirit، وكذلك اللي هو العلاقة المشتركة من هذه الشركة. إذن هذه الأشياء خلت الشركة بصراحة تبحث عن ناس عندهم fun culture وموظفين عندهم freedom أيضا مع أنفسهم وكذلك freedom مع الآخرين وعندهم حب واحترام للجوبز. إذن شركة الطيران ساوث ويست بحثت أيضا عن موظفين اللي ممكن يكون عندهم يعني دافعية للعمل بإبداع بإخلاص بحب للآخر من خلال علاقات إيش مالها fun and اللي هو ممتعة، وكذلك صديقة مع زبائن الشركة، وهذا أدى إلى نجاح هذه الشركة على مدار حياتها من خلال نشر الحب للزبائن باستخدام موظفين لدي هذه الخصائص. طبعا احنا اذا بدنا نفهم هذه الاشياء وبدنا نفهم الريال وورلد تشالنج، الحقيقة هو ببساطة اشبه بانه لعبة بازل موجودة عندنا، كل مربع او كل قطعة عفوا من هذه القطع تنسجم مع القطع الاخرى بشكل مختلف عن انسجامها مع قطعة ثانية، وهذه القطع أيضا ليس لها شكل واحد وإنما كل قطعة لها شكل خاص بها، وهذا السبب في أنه هي تتكامل مع بعضها البعض وتؤدي إلى نتيجة واحدة. إذن هذه المثال الذي ضربناه هو بشكل كبير جدا أشبه بأنه كل فرد من أفراد المؤسسة أو المنظمة أو الشركة اللي احنا بنعمل فيها أو بنقودها له خصائصه المختلفة وله طباعه المختلفة وله سماته الشخصية المختلفة والتي تختلف عن الآخرين، ممكن بشكل كبير وممكن بشكل إشماله قليل، ولكن في النهاية لا يمكن أن نجد شخصين بنفس الخصائص ونفس الصفات ونفس الطباع ونفس الأداء ونفس السكيلز، لا يمكن ذلك داخل الشركة أو حتى مع إيش مع شركات أخرى. طيب إيش المشكلة؟ ما عندنا مشكلة، هذه عبارة عن يعني ميزة إنه الجميع لابد أن يكون لديه خصائصه الخاصة به، ولكن هذه الخصائص هي ملك لمين في النهاية؟ للمنظمة، والتي يجب أن توظف جميع هذه الخصائص كما لعبة البازل، تضعها في المكان المناسب، تربط العلاقات مع الموظفين بينهم ويعني بعضهم البعض
بحيث تستفيد من تلك الخصائص بالشكل الأمثل والشكل الأفضل. وبالتالي إذا أردنا يعني أن نوضح هذا الشكل أو هذه العلاقة، فهي أبسط ما يكون أن نقول عنها هي عبارة عن لعبة إيش؟ البازل، اللي بيسعى منا الواحد إلى تشكيلها بحيث تخرج في النهاية لوحة واحدة متكاملة، وهذا ما تبغاه أي مؤسسة. طيب الانديفيديوال ديفرنسز اللي هو الاختلافات الفردية، تعرف على أنها personal attributes، هي عبارة عن قدرات شخصية that vary from one person، تختلف من شخص إلى آخر، وهي ممكن أن تكون على شكل physical أو psychological أو emotional، فيزيائي أو سلوكي أو حتى شعوري أيضا. طيب categories of individual، البيزك كاتيجوريز، الأشياء الأساسية في الاختلافات الخاصة بالأفراد، هي البيرسوناليتي، الشخصية، الانتليجنس، الذكاء، الليرنينج ستايلز كمان قدرته أو طريقة تعلمه، والاتيتيودز، السلوكيات والفاليوز والقيم، and emotions اللي هي العواطف، البرسبشن اللي هو خلينا نقول الأهداف الدافعية، and الستريس اللي موجود عندي والضغط اللي ممكن أنا أتحمله أو ممكن يجعلني أنفجر. طيب the concept of fit، وهو عبارة عن مفهوم مهم جدا، مفهوم الملائمة، ودائما مفهوم الملائمة يذكرنا بالمقولة التي تقول الرجل المناسب في المكان المناسب، هذه هي مفهوم الملائمة، يعني بمعنى أو بآخر نحن نريد أن نأتي بالرجل أو الشخص أو الموظف المناسب ليكون في الوظيفة المناسبة، تمام؟ فبنسميه concept of fit. Why are some very talented people؟ ليش هناك العديد من الناس الموهوبين جدا غير مرغوب فيهم للعمل في مؤسسة كموظفين؟ بالرغم من انه هم موهوبين جدا. هذا السؤال ممكن الاجابة عنه من خلال ان احنا نقول هناك طرق مختلفة الناس ايش بتحتاجها حتى تكون موجودة في الوظيفة، وليس فقط هو التالنت الموهبة، وانما نحن ايضا نحتاج الى اشياء اخرى غير الموهبة، وبالتالي عشان تنجح لازم يكون في عندك انت employment opportunity حتى تكون فيها matching للsuccessful، وإلا التالنتد بيبل لوحدهم أو خلينا نقول التالنت لوحدها مش راح تعطيك الفرصة انه انت تنجح في الوظيفة أو تكون مناسب في تلك الوظيفة، ولكن هناك مجموعة من الأشياء الأخرى، مجموعة من السلوكيات، مجموعة من السمات الشخصية اللي ممكن تؤدي إلى نجاحك. طيب خلينا نشوف الـ dimensions of fit اللي لها علاقة بالاختلافات الفردية. أول شيء بنقول في عنا person job fit، وهي عبارة عن ملائمة الشخص للوظيفة. نتحدث الآن عن وظيفة، هل الشخص هذا بيقابل الاحتياجات المطلوبة منه في الوظيفة، وهل الوظيفة بتلبي رغبة هذا الشخص؟ هذا السؤال الأول، تمام؟ إذن بنتحدث عن ملائمة الرجل الشخص للوظيفة والوظيفة للشخص، هذه الملائمة الأولى. طيب الـ possible dimensions of fit في هذه اللحظة هي عبارة عن الانتليجنس تبعه، الذكاء، الجوب ريليتد سكيلز، المهارات الموجودة عنده، الجوب نوليدج، المعرفة الخاصة بالوظيفة، البريفيوس ورك اكسبيرينس اللي مر فيها، والبيرسوناليتي ريليتد تو بيرفورمينج جوب تاسكس اللي ممكن نكون احنا ممكن نكلفه فيها، هل عنده مهارات، هل عنده يعني زي ما تقول خبرات سابقة في هذه الوظيفة. اذا كانت هذه الأسئلة إيجابية اذا فهذا الشخص مناسب للوظيفة. لحتى الآن نتحدث عن الوظيفة. طب شو في أشياء غير الوظيفة؟ نعم، في غير الوظيفة شيء بنسميه البيرسون جروب فيت، إلى أي مدى هذا الشخص ينطبق للتعامل أو للعمل داخل مجموعة العمل. إذن البيرسون جروب فيت، نحن عندما يتم توظيف موظف لن يعمل بمفرده، سيعمل مباشرة مع فريق من الموظفين الآخرين. طيب السؤال، هل هذا الموظف ملائم ومناسب للعمل مع الموظفين الآخرين؟ إذا does the employee fit the work group نفسها including the supervisor، حتى بما فيهم السوبرفايزر. هنا في possible dimension اللي هو الفتنس، إيش هاي الأشياء؟
اللي هي التيم وورك سكيلز. هل عنده مهارات العمل مع فريق؟ هل النولج اللي موجودة عنده ممكن تفيد الفريق؟ هل هو عنصر يعني ممكن يكون عنصر مهم في الفريق او ممكن يعمل مع فريق اصلا؟ هل عنده خبرة للعمل مع فريق؟ كيف بيعمل على الكونفليكت مانجمنت ستايل؟ البرفورمانس اوف تيم وورك، هل عنده كوميونيكيشن سكيلز ممكن يستخدمها؟ كيف البرسوناليتي اللي لها علاقة بالعمل مع الاخرين؟ كل هذه الاشياء بنسأل انفسنا. طب اذا كانت كلها ايجابية معناها هذا الشخص ملائم للعمل مع فريق، تمام؟ اذا المرحلة الاولى شفنا الشخص ملائم للوظيفة. طيب هل الشخص ملائم للعمل مع الفريق؟ نعم ملائم للعمل. اذا مش ملائم معناها في اشكالية لابد يعني نعدلها. طيب النوع الثالث من الفيت اللي هو ايش؟ البيرسون اورجانيزيشن فيت، اللي هو ملائمة الموظف للمؤسسة او للمنظمة نفسها. اذا دو ذا انديفيديوال فاليوز اللي موجودة عند الشخص هذا والمعتقدات والايمانيات والرياكشنز والنورمز والكلتشر كلها بتتلائم مع الفاليوز والنورمز والكلتشر الخاصة بالأورجانيزيشن. وهي شغلة مهمة جدا جدا، لازم الفرد أن يكون أيضا ملائم للمؤسسة وللمنظمة اللي بده يشتغل فيها. شو البوسيبل دايمنشن اللي ممكن نقيسها في هذه المرحلة؟ هي الالاينمنت بتوين البيرسونال موتيفيشن نفسها والأورجانيزيشن كلتشر والميشن اللي موجودة، كمان البيربوس اللي جاي هو يشتغل من أجله، وكذلك الهدف اللي أنشأت من أجله المنظمة، القيم اللي عنده والقيم اللي عند المنظمة، الجولز اللي عنده والجولز اللي تسعى إلى تحقيقها المنظمة. إذا في هذه الحالة بصير في عندنا النوع الثالث من الفيت اللي هو البيرسون أورجانيزيشن فيت. شو هو النوع الرابع والأخير؟ هو البيرسون فوكيشن فيت، وهذا الشغلة مهمة جدا جدا ينبغي إلى التنبه منها، وهي ملائمة الفرد أو الموظف مع المهنة اللي هو بيشتغل فيها. اذا المهنة، شو الفرق بين المهنة والوظيفة؟ حتى نضرب مثال، المهنة مثلا على سبيل المثال ممكن اقول محاسب، هذا مهنة، تمام؟ ممكن اقول مهندس، هذه مهنة. ولكن شو الوظيفة؟ ممكن تقول والله هو مثلا محاسب مراجعات او مدقق حسابات، هذه وظيفة. ممكن نقول هو محاسب موازنة، هذه وظيفة. طيب بالنسبة للمهندس ممكن اقول مهندس مدني، مهندس موقع، مهندس اشراف، مهندس عمليات، هذه بسميها ايش؟ وظيفة. اذا هنا لابد ان تختلف عندنا في او نختبر الشيئين، يعني ملائمة الموظف للوظيفة الخاصة به، ملائمة الموظف من المهنة. والحقيقة ان هذا ليس دور الشركة ان تلائم المهنة للموظف، وانما هذا دور الاهل ودور الجامعة التي درس بها هذا الموظف، سواء كلية او جامعة او معهد، وخرجت هذا الموظف. هل فعلا المهنة التي انتمى لها الموظف يعني لها علاقة به اللي هو الانترست اللي عنده، الاهتمامات والقدرات والقيم اللي موجودة عنده والبرسوناليتي، تمام؟ هل هذه الأشياء تنطبق وتنسجم مع الأوكيوبيشن اللي هو حصل عليها أو الفاكيشن اللي هو يعني تخصص فيها أو لا؟ إذن في اللحظة هذه عشان نفحص هذه الأشياء نحن لابد أن نرى الابتيتيودز اللي موجودة عنده، كمان والانترستس اللي موجودة عنده والبيرسونال فاليوز كمان واللونج تيرم جولز، لابد أن يعني نراجعها ونفحصها. وهذا كما قلنا يمكن أن يبدأ مع طلاب الثانوية العامة قبل ذهابهم إلى تحديد احتياجاتهم، وهناك بعض الاختبارات التي يمكن استخدامها لتحديد المهن الملائمة للطلبة قبل دخولهم وولوجهم إلى الجامعة ومن ثم تخصصهم فيها. الحقيقة يعني نحن في العالم يعني بدأنا أن نتجه إلى ما هو أفضل من ناحية اختيار المهن للطلاب من خلال تلك البرامج وتلك الاختبارات التي توجههم في الاتجاه الأنسب لمهاراتهم وقدراتهم واهتماماتهم وقيمهم إن شاء الله، والتي تكون يعني في النهاية مصدر سعادة عليهم في حال لو اختاروها. وفي حال لو يعني اختاروا ما هو غير ملائم لهم ستكون بالتأكيد مصدر تعاسة لهم أثناء عملهم وأثناء حياتهم. ولذلك نجد الكثير من الموظفين يغير الكارير الخاص به وبيعمل كارير شيفتينج، والسبب إنه هو من البداية دخل محاسبة مع إنه هو بحب اللي هو
مثلا الإعلام والعلاقات العامة، وبالتالي تجده انتقل مرة واحدة من المحاسبة والتدقيق وترك هذا الشغل، صح له وظيفة في العلاقات العامة توجه لها وعمل بها لأنه هذا ما يلائمه وهذا ما يناسبه. إذن هذا اسمها البيرسون إيش؟ فيكيشن فيت. طيب احنا كده هاي الأشياء وضحناها، والأبحاث قالت الحقيقة أنه البيرسون جوب فيتس ليدز تو هاير جوب ايش بيرفورمانس، لما يكون في عنا ملائمة ما بين الوظيفة والشخص بتعطيني هاير بيرفورمانس أداء، كمان بيكون في عنده رضا، بيكون في عنده organizational commitment التزام بالمؤسسة ويعني التزام بأدابها وقوانينها، بيكون في عنده intent to stay with the company، استمر مع هذه المنظمة. طبعا هنا ممكن الصورة الأمامي توضح أنه هذه الموظفة الحقيقة أن الحمل اللي عليها أكبر من طاقتها وأكبر من قدراتها، وبالتالي الجوب فيت هنا في عندها مشكلة، يظهر أنه مشكلتها أنه هذه الوظيفة صحيح ممكن يكون انترستينج إلها وممكن هي تكون يعني شايفة أنها مناسبة، لكن الواقع أنه في إشكالية معينة. وطبعا كما تحدثنا ليس فقط البيرسون جوب فيت هو الأساس، وإنما هناك ثلاث أيضا ملائمات لازم أن نختبرها، اللي هي زي ما قلنا البيرسون جوب، وفي عندنا البيرسون جروب، وفي عندنا البيرسون أورجانيزيشن، وفي عندنا البيرسون فوكيشن فيت. كلهم هدول important factors in organizational behavior. أما بالنسبة للبيرسون جروب فيت فقلنا أنه الحقيقة أدائها والالتزام بها بوضح لي أنه الجوب ساتسفاكشن عند الموظف والorganizational commitment والintent to stay with the company أيضا مهم جدا، ولكن من المهارات الأساسية التي يجب أن تكون هي التيم وورك والcommunication، وهذه أيضا لابد أن ننتبه لها جيدا. والبيرسون أورجانيزيشن فيت أيضا قلنا أن الأورجانيزيشنال فاليوز اللي موجودة والنورمز لابد أن تنطبق مع اللي هي الكونسبتس والفاليوز اللي موجودة عند الموظف، ومن ثم في حال انه صار في عندي ملائمة مناسبة فبالتحقيق النتائج راح تكون job satisfaction لدى الموظف، organization commitment، وكذلك intent to stay long time with company، وانه يكون كمان influence فعال، والسلوك تبعه والcitizenship behavior داخل المنظمة ايضا بيكون ايش ماله عالي، وهذا ايضا مصدر نجاح للمنظمة نجاح للفرد. ويعني ممكن نشوف الفريق اللي امامنا في الصورة ونلاحظ انه مثلا حتى لو كما في المثال ماريا تم اختيارها على كفاءاتها وإنها تكنيكال بشكل كبير، إلا أنه الحقيقة من الشكل يظهر أنه الجروب جميعه منسجم مع القيادة، إلا أنه هي وضع يدها على خدها، وبالتالي البيرسون جروب فيت إز ذا fit between an individuals، هناك تلاؤم ما بين الأفراد جميعا and their group or team ومع الليدر كذلك. إذن the bold individual لما يكون الموظف حاسس حاله منفرد داخل هذا الجروب معناها إيش؟ الحقيقة يعني هو مش منسجم، ما فيش عندنا good fit with the rest of her or his team members، وبالتالي هو يعني غير منسجم وغير مرتبط بهذا الفريق. وهي هي المشكلة اللي لها علاقة بي اللي هو البيرسون جروب فيت. تمام، طبعا ممكن نتحدث عن انه في الموظفة ماريا is technically will qualified زي ما تحدثنا as researcher كباحث، ولكن هي تجنبت المخاطر. تمام، وكذلك ترغب في اللي هو يكون لديها يعني ruminate over a decision she may be unsuccessful
ربما تكون غير ناجحة إن أن أنوفيكيت فاست سبيس كومباني، أو لو راحت في مؤسسة مثلا تكون فيها يعني الأداء فيها سريع. برضو هنا يضرب لنا مثال إنه الأمازون دوت كوم وكذلك سبوس دوت كوم دائما بيبحثوا عن نيو إمبلويز وبيعملوا عملية توظيف إلهم بآلاف الدولارات طبعا حتى يتأكدوا بشكل كبير إنه هم يعني بتكلفهم عملية التوظيف آلاف الدولارات لحتى يتأكدوا إنه هم فيت للجوبس، لأنه وجود موظفين فيت للجوبس معناها تحقيق نجاح لتلك المؤسسات. بالمقابل إذا كان هم بور فيتس فمعناها بالتأكيد حيكون أداء سلبي اللي هو المؤسسة أو للمنظمة. البيرسون فوكيشن فيت وهو أيضا شغلة مهمة جدا، إذا فيت بتوين أبيرسون انترست كمان مع مين والبروفيشن اللي موجودة عندي تمام الخاصة بي إيش الوظيفة اللي هو رايح عليها أو المهنة اللي هو رايح عليها. ممكن نقول social individual اللي عنده يعني أقل خلينا نقول ضمير حي تمام and dislikes وما بيحب الworking with numbers مع الأرقام would be a poor fit with the engineering vocation في مهنة إيش اللي هو الهندسة تمام. الرغم من أن individuals that usually choose a vocation long before applying to an organization يعني قبل ما يروح على مؤسسة كما أسلفنا ويرتبطوا بالوظيفة، لكن مهم أنه الإنسان يعمل understanding للperson vocation fit وهذا بيجعله طبعا يعني ناجح في اختيار مهنته مستقبلا اللي هي راح تكون وظيفة إيش المستقبل تمام. طيب ايضا مصطلح اللي هو realistic job previews و الادراك الخاص بالوظائف اللي موجودة عندنا طبعا involve the presentation of both positive and potentially negative ايضا information to job candidates. مهم جدا انه احنا كل موظف نعمل له عملية تحليل للايجابيات والسلبيات اللي موجودة فيه ك يعني فيتنج للوظيفة اللي هو رايح يتقدم إلها داخل المنظمة. وكما أسلفنا بنحلل هذه المعلومات وبالنهاية نستطيع أن احنا نقرر هل هذا الموظف مناسب للعمل داخل المؤسسة ولا غير مناسب، وبالتالي إعطاء الموظفين the opportunity to self select out أنهم يختاروا أنفسهم بذاتهم of hiring process if they do not perceive themselves هم ما كانوش يعني مقدرين لأنفسهم to be good fit with the position or organization increase the likelihood بصير عندنا الاحتمالية إنه the applicants إيش مالهم ultimately hired will be good fits في هذه اللحظة، لأنه هم طبقوا الـ 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 العلاقة أو خلينا نتحدث الملائمة الخاصة بهم للوظيفة مع أنفسهم وراجعوا أنفسهم، وبالتالي راح يكون في عندي better employees as a result نتائج جيدة وموظفين جيدين في هذه اللحظة. الحقيقة يعني السبب الأساسي إنه الموظفين بيغادروا المنظمة is that the job is not what they expected إنه الوظيفة مش هي اللي توقعوها. This is إيش good sign وهذه إشارة جيدة إنه عملية التوظيف تحتاج إلى إيش إلى تحسين داخل المنظمة. إذن التوظيف لابد أن يكون مبني على اللي هو الملائمة للشخص لوظيفة للمؤسسة وللجروب العمل اللي راح يشتغل عليها. طيب في عندنا ال personally and individual behavior في عندي big five framework الإطار اللي هو اللي اسمه الخمسة الكبار وهذه عبارة عن يعني خلينا نقول personal traits يعني سمات شخصية تظهر لدينا. هذه السمات الشخصية الخمسة كما هي واضحة في الشكل، هذه السمات هي عبارة عن agreeableness اللي هي التوافق إلى أي مدى
يعني يتوافق هذا الموظف مع المنظمة اللي هو فيها. طيب في عندنا كمان consistentness اللي هي الضمير الحي تمام وتفعيله. في عندنا neuroticism اللي هي التعصب. وفي عندنا extraversion اللي هي الانفتاح على العلاقات مع الآخر. وفي عندنا openness الانفتاح على الأفكار الأخرى. تمام، هاي الخمس أشياء الأساسية اللي هي بالتأكيد تعتبر سمات شخصية لها يعني أبعادها وارتباطها بالوظائف. فإذا أردنا أن نأتي إلى الأجريبلنس وهي التوافق، بنقول إذا كان الموظف لديه توافق عالي مع الوظيفة فإن أداؤه سيكون ونتائجه ستكون إيجابية وأفضل من موظف ليس لديه توافق. إذا أردنا أن نأتي إلى الconsistentness وهي الضمير والعمل، إذا كان في عنده ضمير عالي جدا ويريد أن يحقق الوظيفة والمهمة في الوقت المناسب دون تأخير فهذا موظف ناجح. طب لو كان عنده low consistentness يعني ضمير أقل، في عنده careless وبالتأكيد نتائجه ستكون أقل. طيب في عندنا اللي هو النيروتيسيزم اللي هي التعصب أو العصبية، إذا كان هو less يعني neurotic معناها أقل عصبية، إذن هو أفضل للوظيفة. لو كان أكثر عصبية بالتأكيد ستكون ملائمته أقل. في عندنا الإكسترافيرجن الناس اللي يعني بينبسطوا في التعامل مع الآخرين، بساطهم أحمدي كما نقول، فهدول الإكسترافيرجن كل ما زادت معناها في عندنا أداء أفضل. في عندنا الإنتروفيرجن بالمقابل الإنطوائيين اللي ما بيحبوا يتعاملوا مع الآخرين، وبالتالي كلما زادت الإنطوائية كلما قل الأداء وقلت النتائج الإيجابية. في عندنا الأوبنس اللي هو الناس المنفتحين مع الأفكار الأخرى، وكل ما كان في عندنا more openness انفتاح أكثر مع الأفكار كل ما كان أفضل للموظف، كل ما كان عندنا less openness كل ما كان أقل يعني جودة للموظف وللمنظمة. يبقى لو بلشنا في اللي هو مناقشة اللي هو التوافق الأجريبلنس، بنعرف انه هي كتعريف هي عبارة عن قديش قدرة الموظف او الشخص على انه يبقى مع في التعامل مع الاخرين او مع المنظمة، هذا بنسميه توافق، عنده قدرة على انه يتعامل وقت اطول مع الناس، وبالتالي هذا بخلي بعض الناس يعني جنتل في التعامل، كوبريتيف متعاونين، forgiving يعني مسامحين، understanding and good natured in their dealings في تعاملهم with others. اوكي، مثلا هنا قالوا researchers انه بصراحة لم يفحصوا بشكل كبير او نهائي علاقة او تأثير اللي هي التوافق على المنظمات، ولكنهم يعني اشاروا الى انه هي كما أسلفنا في المقدمة مطلوبة جدا هذه التوافق من أجل أن تعطي better developing good working relationships، يكون عندي مناسبة جدا لأنه يكون في عندي نتائج يعني جيدة في علاقات العمل ما بين الموظف والآخرين، الموظفين الآخرين أيضا subordinates اللي هم الناس اللي بتعامل معهم and higher أيضا level managers اللي هو بيتعامل معهم. تمام، لكن الناس اللي ما عندهم مش توافق كبير بالتأثير بالتأكيد هم أقل حظا في أنهم يكونوا يعني particularly good working relationships، وكذلك هذا البتن ممكن وهذا النظام ربما يعني يمتد إلى علاقاتهم مع الكاستمرز في نفس الوقت والسبلايرز وأذر اللي هي كي organizational constituents اللي ممكن يكونوا مركبات تعاون أو stakeholders مع المنظمة، وبالتالي أيضا هو مش هيتعامل جيد مع زملائه، مش هيتعامل جيد مع هم البيئة الخارجية اللي بتمثل الناس الشركاء مع هذه المنظمة. لو جينا اللي هو الضمير وتعريفه، بنقول انه هو عبارة عن تعريفه الى اي مدى هذا الشخص يعني يمكن له الاستمرار في المهمة حتى ان يتأكد انها تمت ايش على اكمل وجه. في بعض الناس يكون لديه دافعية انه هذه المهمة لابد ان تتم بالصورة الاكمل وفي الوقت الاكمل، وهذا بنسميه الضمير الحي داخل الانسان. بعض الناس مثلا هم عبارة عن
organized بشكل جيد, detailed oriented كمان, يعني حتى موجهين بشكل دقيق نحو إيش التفاصيل, responsible مسؤولين عن قرائهم عن قراراتهم وعن إيش أداءاتهم, كذلك dependable معتمد على نفسه, planned carefully وهو يضع خطة بشكل يعني حذر وجيد, to meet deadlines حتى يحقق الأهداف في الوقت الإيش المناسب لها. بالمقابل طبعا الناس اللي هم أقل continuous people بالتأكيد في عندهم رغبة في أنهم يفقدوا الأعمال في الوقت المناسب اللي وضع لها, overlooking كمان في عندهم various tasks تتدخل مع بعضها البعض, unorganized unplanned كثير من المشاكل الموجودة عندهم, وبالتالي البرفورمانس تبعهم مش هيكون good لأنهم ما عندهم مش الضمير المناسب لأداء الوظيفة في الوقت المناسب. طيب البيج فايف الثالثة الموجودة عندنا اللي هي الاكسترا فيرجن, وقلنا احنا الاكسترا فيرجن هي عبارة عن الايش الانتماء زي ما تحدثنا, او عفوا الانفتاح على الافراد والراحة في التعامل مع الاخرين. طب شو تعريفها؟ بنقول الريفلكس a person's comfort level, في عنده مستوى من الراحة with relationships مع العلاقات. إذا الناس اللي هم يعتبروا extroverts يعني ناس مرتاحين للتعامل, هم sociable دائما, عندهم علاقات جيدة, talkative بتحدثوا بشكل كبير ومنمق, assertive and open to establishing a new relationship, وعندهم القدرة على انهم ومنفتحين عنهم علاقات جديدة. بالمقابل الانتروفيرتس الناس الانطوائيين هم اقل يعني علاقات, اقل اجتماعية, اقل تحدث, اقل رغبة في ان ينشئوا علاقات مع الاخرين, وبالتالي الدراسات يعني اوصت بانه الاكستروفيرتس الناس اللي هم المنفتحين على العلاقات دائما بيحاولوا انهم يكونوا في مستوى عالي من الاداء, وكانوا في مستويات عالية من الادارة, وبيحبوا يعملوا علاقات ويرتبطوا بالوظيفة بشكل كبير مثل الوظائف اللي هي لها علاقة بالسيلز والماركتينج بوزيشنز. في الاكسترا فيرجن ايضا reflects a person comfort level زي ما تحدثنا, relationships effort as social are much less sociable. اوكي الانتروفيرجن اللي هي عباره عن انه يكون الانتروفيرت tends to be less comfortable مع السوشيال اللي هي situations. في اللي هو الاوبنس والانفتاح على العلاقات مع عفوا الانفتاح على الافكار, وهي طبعا openness reflects a person's rigidity of beliefs يعني اعتقادات الاخرين, وكذلك اهتمامات هذا الشخص, وان يكون هذا الشخص لديه القدرة ولديه الاستعداد على ان يتقبل افكار ومعتقدات الاخرين, وان ايضا يمكن ان يكون لديه مقبول ان يغير الـ own ideas والـ beliefs والـ attitudes in response to new information بناء على المعلومات اللي هو حصل عليها واعتقد انها معلومات دقيقة ويمكن ان تغير من سلوكه وتغير من ايمانياته في الوظيفة. تمام. طيب الـ people with more openness اللي عندهم اكثر انفتاح might be expected to be better performers, يعني أدائهم جيد due to their flexibility, عندهم مرونة عالية, and likelihood that واحتماليتهم إنه better accepted by others أيضا يكونوا مقبولين من الآخرين داخل المنظمة. إذا the openness هاي ربما أيضا يعني تأثر في رغبة الموظف
في أنه يقبل التغير والتغيير، وبالتالي لو صار عملية تدوير فهو أيضا open mind، ما عندوش أي مشكلة، سيقبل ذلك التغيير ويبدأ في أنه يعمل adoption لنفسه في البوزيشن الجديد، وكمان راح يكون هو يعني زي ما نقول محترم للتغيير لأنه يعرف شو فوائد التغيير والتدوير وما شابه. لكن الآخرين اللي عندهم little openness ربما هم يكونوا مقاوم لعملية التغيير. إذن هذه الصورة التي أمامنا هي فيها نوع من أنواع الإعجاب والتقدير لشخص داخل فريق العمل. هذا الشخص كان اللي الجميع يحتفي به ويعطوله تسقيفة، يعني كان من الأسباب الأساسية في إتمام الفريق لمهمته وتسليمها في الوقت المناسب. هذا الشخص بنقول عنه هو شخص لديه ضمير حي، لم يستطع أن يتوانى أو يتكاسل حتى جاء وقت تسليم المهمة من الفريق، وهو قد أتم المهمة بمساعدة زملاء، وكان أجدر واحد فيهم أن يحفزهم دائما لإكمال المهمة على أكمل وجه. قد لا يكون هذا الشخص هو قائد الفريق، قد يكون عنصر من عناصر الفريق، لكن ما تميز به أنه عنده الدافعية لإتمام المهمة في الوقت المناسب. وبالتالي الconsistentiousness refers بتعكس أنه to the extent that person can be continued يستمر on to get things done، إنها تمت الأمور. هذا الجروب زي ما قلنا بتعمل عرفان لهذا الشخص لأنه كان هو most likely has a high level of consistency between them، وبالتالي given how his collegiates الزملاء تبعونه seem to generally like him، أحبوا كثيرا، and most likely also has a high degree، في كان عنده درجة عالية من إيش؟ من الأجريبلنس، من التوافق مع نفسه ومع الفريق، وهذه هي النماذج التي دائما إيش نبحث عنها. لكن الحقيقة إذا تحدثنا عن إنه السمات الخمسة اللي قلنا عنهم اللي هي عبارة عن البيهيفير أو الانديفيديوال تريتس، السمات الشخصية، هناك يعني limitations لهذه الأشياء. شو هاي limitations أو شو هي خلينا نقول السلبيات؟ even assessment using the most rigorous and valid measures is likely to be somewhat imprecise، يعني حتى لو كان بعض المقاييس اللي ممكن نقيس فيها هذه السمات إلا إنها ليست مقاييس دقيقة ولا تعطينا يعني النتائج بشكل دقيق. تمام. هناك أيضا بعض المرات اللي إحنا ممكن نستخدم فيها يعني specific personality traits، سمات شخصية معينة، حتى نتنبأ النتائج، مثل مثلا التيرن أوفر، الانتقال أو التغيير الوظيفي. تمام. or performance أو الأداء هي أيضا مهمة جدا إن إحنا يعني نهتم فيها more than the general big five traits، يعني because ليش بدنا نهتم في هذه الأشياء أكثر؟ لأنه هذه الأشياء هي أكثر specific trait، يعني من الخصائص المهمة أكثر من directly influences in the intended outcome، وبتأثر في اللي هي النتائج اللي ممكن تكون. على سبيل المثال حتى نوضح هذه النقطة، لو جينا نتحدث انه احنا بدنا نحاول نختار مثلا trying to hire a strong team player، يعني خلينا نقول مسؤول فريق، تمام، يقود هذا الفريق for advice creative team، حتى adverse creative team اللي هو فريق متنوع عندي وفعال. طبعا الاختلافات الفردية الموجودة عندي بما فيها الأداء داخل فريق العمل وأيضا بعض توجيهات المجموعات تعتبر عندي في هذه المرحلة مهمة جدا جدا، لأنها تؤثر بالفورمانس اللي الخاص بالworking مع الdiverse others. إذن في اللحظة هذه أنا راح أركز على إشي له علاقة بالجروب، إشي علاقة بالteamwork، إشي علاقة بالworking with others،
أكثر بكثير من إني أركز على البيج فايف التريتس اللي موجودة عندي، لأنه التعامل مع الآخرين حيكون هو سمات الشخصية ذات العلاقة بالوظيفة اللي أنا ببحث عنها، إنه أنا ببحث عن تيم بلاير، وبالتالي الأوت بيرفورمانس اللي رح يظهر بصراحة متعلق بشكل كبير بالبيرفورمانس الخاص بالإيش بالوركينج وذ إيش وذ دايفيرس أذرز، تمام، مع يعني فئات مختلفة من العمل. لكن لو قلت للشخص نفسه متوافق هو متوافق، لو قلت ضمير حي عنده ضمير حي، لو قلت عنده تعصب تعصبه قليل، لو قلت الانفتاح والانغلاق مع العلاقات منفتح، لو قلت مثلا الانفتاح على الأفكار هو منفتح، لكن هذه كلها شو علاقتها بأنه يحب العمل مع فريق المختلف وفعال، يعني يعشق العمل مع فريق متنوع مش فريق، يعشق العمل مع ناس جدد. هذه سمات لابد أن نفحصها وهي أساسية مهم جدا، وقد تكون أهم من اللي هو البيج فايف فريمورك في لحظة من اللحظات. كمان بعض الليميتيشنز اللي إلها علاقة بالبيج فايف فريمورك، إنه البرايمري بيزد أون ريسيرش، يعني الأبحاث الأساسية وضحت اللي هو في اليونايتد ستيتس انه الجنراليزنج، عملية اللي هو تعميم هذه الخمس معايير او السمات الكبرى، يختلف بصراحة من كلتشر الى اخر ومن شخص الى اخر، وبالتالي نحن نحتاج الى ان نكون يعني اكثر دقة واعتمادا على الاختلافات ايضا. even حتى within the United States نفسها هناك ايضا اختلاف من معيار الى اخر ومن سمة الى اخرى، وهذا ايضا يؤثر في الاداء الوظيفي للاشخاص وللمنظمات. في ان البيرسوناليتي اند انديفيديوال بيهيفير مقاييس اخرى غير الايش البيج فايفز، في ان ميرز بريجز ايضا فريم ورك، والميرز بريجز فريم ورك طبعا هو عبارة عن ايضا مقياس او اطار بوبيولر مشهور، وفي كثير من الناس بيستخدموه حتى يعملوا عملية كاركتريزيشن للبيرسوناليتي تاعت الموظفين. و many people know of this framework through a widely used questionnaire. هذا الكوستشنير بنسميه Myers-Briggs Type Indicator، يعني الانديكيتور او المؤشر او المقياس اللي له علاقة بالنوع حسب اللي هو ميرز بريكس. طيب هذا تم بصراحة بناء على الكار يونغ، وهو عبارة عن سوشيولوجيكال او سوشياليست سويسري، نعم الكارل يونغ. وبصراحة يعني خلص الميرز بريكس بعدة مقاييس، هذه المقاييس المختلفة من شأنها تحديد السمات الشخصية للعاملين أو للموظفين داخل المنظمة. طيب شو هاي المقاييس الخاصة بالميرز بريكس فريمورك؟ قلنا في عنا سكيلز، تمام، with opposite poles، أعمدة ذات يعني خلينا نقول تأثيرات عكسية أيضا. في أربعة من هذه الأساسيات أو هذه الأعمدة ذات العلاقة. أول واحد اللي هو الإكستروفيرجن، الإكستروفيرجن والإنتروفيرجن اللي هي إيش قلنا؟ الناس المنفتحين على الأشخاص والناس الانطوائيين. وكمان زي ما وضحنا أنه دائما الإكستروفيرتس الناس المنفتحين هم عندهم الدافعية، كمان لديهم القدرة على التعامل مع الآخرين بكثير من الأدوات والوسائل. They are interactors، هم فاعلين، and on the fly، ودائما إيش مالهم؟ منطلقين، thinkers، وأيضا مفكرين، وبالتالي هم ready fire aim في كل حالاتهم، ومناسبين للعمل
طبعا في وظائف ذات علاقة بالعلاقات الاجتماعية، وكذلك في توجيه الآخرين، وبالتالي هم عندهم الانيرجي للايدياز والكونسبتس والابستراكشنز. كمان في عندنا السينسينج والانتيوشن، الناس اللي هم الايش اللي عندهم الاستشعار واللي عندهم الحدث، وهي الحدث عفوا، وهي مهمة جدا جدا. الناس اللي عندهم الاستشعار هم دائما لديهم قدرة على خلينا نقول ان يضعوا تفاصيل لكل الاجراءات اللي موجودة عندهم، وبالتالي they want and trust facts، هم بحبوا الحقائق وبيبحثوا عن ايش الحقائق، تمام. وبالتالي هؤلاء الناس دائما يعني وكذلك الانتيفيتيف بيبل سيك اوت باترنز، تمام، اند ريليشنشيبس امونج ذا فاكتس ذات ذي هاف ليرند، ودائما بيحبوا يعملوا علاقات ما بين الحقائق اللي هم درسوها. كمان في عندنا النوع الثالث من المقاييس اللي اعتمدها الميرز بريجز، قال في عندنا الثينكينج اللي هو يرمز له بالرمز تي، لاحظوا انه الاكستروفيرجن رمزنا له بالرمز اي، والانتروفيرجن رمزنا له بالرمز اي، وهي الرموز راح نستخدمها لاحقا، والسنسنج رمزنا له بالرمز اس، والانتيتيوشن ما حطناهوش اي وانما اعطيناه ان لانه الاي محجوزه للانتروفيرجن، والثينكينج اعطينا له حرف التي لانه بنتحدث عن التفكير، والفيلينج الشعور اعطينا له حرف الاف. طيب الثينكرز الناس اللي بيفكروا في عقولهم يختلفوا عن الفيلينجز الناس او الفيلرز الناس اللي ايش اللي بيفكروا في قلوبهم ومشاعرهم، عشان هيك في عندنا نوعين من الناس في هذا الجانب، في ناس بنسميهم عقلانيين وفي ناس بنسميهم عاطفيين. اذا الثينكرز العقلانيين فاليو فيرنس دائما ايش مالهم عادلين، and decide things impersonally بشكل غير شخصي، بياخذوا قراراتهم based on objective criteria والمعايير اللي هم ممكن ايش تفيدهم. الفيلرز الناس اللي عندهم مشاعر وبيفكروا في قلوبهم هارموني دائما and focus on human values، وبيفكروا بشكل اكبر في اللي هي القيم الانسانية والاحتياجات، and they make decisions اللي هي or judgments، وبيخدوها هذه القرارات من خلال الميرز فريمورك. هناك ايضا several other specific personality traits لها علاقة بالسمات الشخصية ممكن أن يتم يعني استخدامها، وهي أيضا تؤثر في السلوك الشخصي للفرد داخل المنظمة. من هذه السمات المهمة اللي هي locus of control، موقع التحكم أو موضع التحكم، self efficiency كفاءة الشخصية، authoritarianism اللي هي بنقول السلطة أو السيادة، السلطة نعم، والماكافيلي نزم اللي هي السيادة، والسلف استيم وخلينا نقول الاحترام الشخصي، and risk برسبنستي وهي يعني تحمل المخاطر والاستجابة لها. طيب locus of control هي عبارة عن، إذا أردنا أن نتحدث في هذا الجانب فنحن نعرفها على أنها إلى أي مرحلة الناس يعتقدون أن سلوكهم يعني لديه تأثير فعال في ماذا يحدث لهم. يعني أنا بأشوف أنه اللي حدث إلي نتيجة لجهدي ولا نتيجة لجهد الآخرين، اللي حدث إلي نتيجة لتخطيطي ولا نتيجة لتخطيط الآخرين. هذه هي locus of control، موضع التحكم، مين هو الشخص أو السبب أو الجهة المتحكمة فيه. في بعض الناس دائما يرون أن some people for example believe that if they work hard they will succeed، يعني نجاحي يترتب على جهدي، ولكن في بعض الناس وهدول بنسميهم ايش positive locus of control او بنسميهم internal locus of control، بيعتبروا التحكم منهم ذاتي،
ولكن في بعض الآخرين ممكن يعتبر أنه لا يمكن أن ينجح إلا بتدخل الآخرين، أو أحيانا سبب فشله هو بسبب تدخل الآخرين. هدول ناس سلبيين وبسميهم external locus of control، وبيعتبروا أنه أي شيء بيصير لهم هو نتيجة تدخل الآخرين وليس نتيجة جهدهم. إذن في locus of control موضع التحكم في عنا نوعين، في عنا نوع بنسميه internal locus of control وهو يعتقد أنه أي شيء بيحدث هو يحدث من داخله كإنديفيدوال وما في حدا من الآخرين ممكن إيش يتحكم فيه ويتحكم في نتائجه. وفي آخرين بنسميهم external locus of control وهم اللي دائما يشعروا بنظرية المؤامرة وأنه كل الدنيا وكل البيئة الخارجية تسعى إلى إضرارهم وإفشالهم وعدم حصولهم على الوظيفة. هذا النوع الأول من أنواع اللي هي الانديفيدوال بيهيفير بينالتي. طيب في اللوكس أوف كنترول لو جينا مثلا نشوف مثلا الأورجانيزيشن أوتكم، إذا بنتحدث على الجوب ساتسفاكشن دائما بنشوف الانترنالز أيضا عندهم يعني جوب ساتسفاكشن عالي، والإكسترنالز بالتأكيد ما عندهم مش هادي اللي هو الرضا الوظيفي. في الكوميتمنت الالتزام بنلاقي أيضا الانترنالز are more committed and have lower absenteeism. تمام. في الجوب موتيفيشن ايضا بنلاقي الانترنالز هم افضل من الايش الاكسترنالز في هذا الجانب، وكذلك الجوب بيرفورمانس الانترنالز بيرغبوا دائما انهم يحققوا هاير جوب بيرفورمانس دان الاكسترنالز. والمقصود هنا بالاكسترنالز مش اللي خارج المنظمه، لا، في الاكسترنالز اللي هم سميناهم احنا لوكس اوف كنترول اكسترنالز، يعني بيكون لديهم شعور بانه الاخرين بيتحكموا فيهم وليس هم من يتحكم في نتائجهم. طب الكارير سكسيز ايضا الانترنالز دائما هم الناجحين وافضل من الاكسترنالز. والكونفليكت اند ستريس الانترنالز بيكونش عندهم ستريس بقدر ما بيكون عند الاكسترنالز، وبيكونش دائما عندهم كونفليكت بقدر ما يكون عند الاكسترنال. والسوشيال انتجريشن كمان التكامل الاجتماعي، دائما تجد انه الانترنالز يرغبوا بانه يكونوا هم اكثر اجتماعيا متكاملين مع الآخرين في العمل، وكذلك يعني نتائجهم بالحقيقة تعطي علاقات طيبة وحب لتلك العلاقات وحب أيضا وتعامل مع مدراءهم بشكل أفضل من الإكسترنال. طيب عشان إحنا نشوف مدى انسجامنا مع اللوكس اوف كنترول وهل احنا بنعتبر حالنا انترنال او اكسترنال، يمكن الرجوع الى الاندرستاند يور سيلف موديل، وهذا طبعا في 17 نقاط. هذه النقاط ينبغي ان يعني تعطيها رانك معين ومن ثم تجمع هذه الارقام ويكون لديك طبعا انت يعني قدرة على تقييم نفسك هل أنت من الانترنال في اللوكس أوف كنترول ولا من الاكسترنال في هذا الجانب. تمام. في عنا الأثوريتارانيزم وهي عبارة عن يعني السلطة ويعني النزعة أو خلينا نقول السمة الشخصية اللي ممكن يكون البيرسون يعتقد أنه الباور القوة وخلينا نقول السلطة الموجودة are appropriate مناسبة within hierarchical social system such as organization ويسعى دائما إلى الحصول عليها، وبالتالي هذه ستكون طبعا في بعض الأحيان في حال استخدامها بشكل مفرط هي سلبية على الموظف وسلبية على المؤسسة، وممكن أن يستخدمها في المكان الغير مناسب، وبالتالي يحدث عندنا في بعض الأحيان يعني بايس نتيجة هذه النزعة اللي هي السلطوية والتحكمية. إذن for example لو في عندنا a person who is highly authoritarian يعني عنده سلطة كبيرة وبيبحث عن السلطة بشكل كبير may accept directives or orders from someone with more authority، يعني هو يقبلها لأنه أعلى منه إيش في السلطة وفي النفوذ because the other person is the boss لأنه الأعلى منه مديره. On the other hand على الصعيد الآخر a person شخص آخر who is not highly authoritarian although he or she may still carry out reasonable directives from the boss
يعني هو يحمل بعض اللي هي التوجهات من المدير. is more likely to question things. دائما بيسأل هذه الأشياء. express disagreement. بيوصف عدم اللي هو قبوله with the boss مع المدير. and even refuse. وفي بعض الأحيان يرفض إنه إيش carry out orders. يشيل بعض التعليمات وبعض الأوامر if they are for some reason objectionable. objectionable. يعني الشيء إشماله موضوعي تمام. فباللحظة هذه بنقول عنه يعني الفكرة أن هذا النوع من السلوك له علاقة بمدى تقبل الشخص للسلطة الموجودة وللنفوذ الموجود، وهل هذا الشخص يعني يستطيع أن يستقبل التعليمات بصدر رحب وينفذها في إطار الحقيقي. طيب هنا نفس الكلام، يعني هل هذا a person lower in authoritarianism might not be as respective to direction. هو دائما اللي تحت يعني خلينا نقول تحت اهتمام المسؤولية والسلطة عادة لا يعني يتقبل ولا يحترم اللي هي التوجيهات، وهذه طبعا قلنا مشكلة في هذا الجانب. إذن بده يكون في عندنا توازن في هذا الشيء، بده يكون في عندنا قبول للتعليمات وتنفيذها بما فيه مصلحة إيش للعمل. عدم قبولنا للتعليمات وعدم تنفيذ الموظفين أيضا للتعليمات مدعاة إنه يكون في عندنا يعني زي ما تقول عشوائية في إدارة المؤسسة، وهذا بيكون بالتأكيد عدم احترام للقرارات ونتائجه على المؤسسة وخيمة. طيب الميكافيلينيزم اللي هي يعني إلها علاقة بالسيادة والسعي إلى السيادة، طبعا هي تستخدم حاليا to describe behavior directed at gaining power، إنه أنا أحصل على الباور and controlling the behavior of others، وتحكم في اللي هو سلوك الآخرين. هنا الميكافيلينيزم مهمة جدا، ميكافيلية يعني بنسميها تمام. وبالتالي هنا عشان نقارن المور ميكافيليان الناس اللي عندهم أكثر يعني رغبة في السيادة على الناس tend to be rational and unemotional، بيكونوا دائما إشمالهم يعني خلينا نقول منطقيين وغير مشاعريين. maybe willing to lie to attain their personal goals، ربما هم يخضعوا لتحقيق أهدافهم الشخصية. but little emphasis on loyalty، عندهم أقل يعني زي ما تقول ولاء لفريندشيب ولاء للمؤسسة وفريندشيب مع الآخرين. and enjoy multiplicating احتكار اللي هو الأذر behaviors، بيحتكروا أيضا سلوك الآخرين. طيب هدول مرغوب فيهم ولا لا؟ لا بالتأكيد مش مرغوب فيهم. مين اللي أفضل منهم؟ اللي هو less Machiavellian individuals are more emotional، عندهم عاطفية أكثر، عندهم less willing to lie to succeed، ما عندهم مش ولاء إنهم نفسهم ينجحوا تمام بقدر المؤسسة ما تنجح. الفاليو لويالتي اند فريندشيب هايلي، عندهم خلينا نقول يعني ولاء للمؤسسة، عندهم علاقات مع الآخرين بشكل عالي. and get little personal pleasure، عادة ما يبحثوا عن أنفسهم بشكل إيش قليل، ولا يكونوا سعداء بالتحكم في الآخرين تمام. إذن في اللحظة هاي أوكي إنه أعمل أكون في عندي سلوك عالي من الميكافيلية بالتأكيد راح يكون في عندي أثار سلبية على أدائي أنا كمدير، وراح يكون في عندي أثار سلبية على أداء الموظفين وأثار سلبية على أداء المؤسسة. الميكافيليزم هي الأفضل في حالة اللي هو الانديفيديوال. وهنا بضرب لي مثال بقول لي by all accounts يعني الدينيس كولوفيس ويسكي اللي هو عبارة عن
CEO السابق لتايكو انترناشونال كشركة had a high degree، كان عنده درجة عالية من الميكافيليزم. طب شو سوى؟ he apparently came to believe، يعني أصبح مؤمن إنه that his position، موقعه كCEO في المنظمة of power in the company، أعطاهم the right to do just about anything he wanted with company resources. وهذا طبعا فشل كبير وأدى إلى خروجه من هذه المؤسسة طبعا واستبداله بآخر، لأنه هو فكر أن الصلاحيات المخولة له داخل المؤسسة تعطيه القدرة على أن يتصرف بكل إيش الريسورسز الخاصة بالشركة. هذا طبعا شيء يعني سيء. طيب tolerance for risk and ambiguity، خلينا نقول التسامح مع المخاطرة والالتباس، يعني عدم اللي هو الدقة أو عدم الوعي. طيب tolerance of risk first of all، خلينا نشوف التسامح مع الريسك، وأحيانا بنسميها risk propensity، risk propensity، وهي درجة الشخص انه يكون يعني comfortable، مستريح، يقبل المخاطرة والمجازفة، وعنده يعني رغبة في انه يعني يدخل هذا الريسك من اجل تحقيق اهداف. وهي طبعا يعني خاصية مهمة جدا، التسامح مع المخاطرة، ووجود بعض المدراء في المؤسسة اللي عندهم high tolerance for risk، يكون عندهم تسامح عالي للمخاطرة. For example، هذا طبعا might experiment، يعطينا تجارب with new ideas، افكار جديدة، and gamble and on new products، وكذلك اللي هو اكتشافات ل خلينا نتحدث منتجات جديدة. مثل هؤلاء المدراء اللي عندهم tolerance for risk، تسامح مع الأخطار، نحن يعني نحتاجهم في المؤسسة، وربما يقودون إلى مؤسسة in new and different directions، في اللي هو اتجاهات جديدة ومختلفة. A manager with low tolerance، اللي ما عندوش تسامح أو قدرة على أنه يخوض تلك المخاطرات، ربما يقود المؤسسة أنها تبقى stable أكتر، محافظة أكتر، تمام؟ or might help the organization، ربما أيضا يؤدي إلى نجاح المؤسسة إنها تظلها successful without turbulent، حتى لو يعني صار هناك بعض العقبات and unpredictable times، ويعني بعض اللي هي الأوقات الغير ملائمة من خلال المحافظة على stability and the calm. إذن كل واحد فيه له مميزاته. طيب tolerance for ambiguity، اللي هو التسامح مع الالتباس يعني، أو عدم الدقة في البيانات أو المعلومات، وهذه طبعا تشير إلى أنه رغبة الموظف أو المدير أنه يظهر اللي هو ambiguous situations as either threatening or desirable، سواء كانت هذه الالتباسات أو الوضع الملتبس اللي احنا بنسميه uncertain، يعني سواء كانت كمهدد أو كان أيضا مرغوب فيه. الـ intolerance for ambiguity بتشير إلى الـ tendency to perceive or implement vague incomplete، تمام، or fragment information، البيانات اللي بتكون عندي طبعا مش دقيقة، مش كاملة، كذلك يعني ممكن ما تكونش واضحة، أو حتى information with multiple، البيانات المتعددة، consistent، inconsistent اللي هي الغير متكاملة، أو ليست ذات العلاقة كمان. كل هذه ممكن تعمل لي اللي هي potential source of psychological discomfort or threat، تعطيني يعني عدم راحة أثناء العمل، وتعتبر من التهديد. إذن إن يكون في عندك أنت كموظف هذه التسامح أو التساهل
فهو يعتبر ايضا ممكن يكون له يعني related to creativity، انه انت تتقبل ذلك. positive attitude towards risk كمان هو يعتبر سلوك ايجابي تجاه المخاطر. and orientation to diversity وكذلك توجه نحو التنوع. مدراء اللي عندهم low tolerance for ambiguity tend to be more directive، دائما عندهم توجه بانهم يكونوا direct اكتر with their staff مع موظفينهم. and do not empower them ولا يعني يؤثرون بهم to make their own decisions at work، ولا يسمح لهم أيضا بفعل ذلك داخل العمل. أفضل المانجيريال استراتيجي is to إيش place individuals with a low tolerance، إن يكون في عنده أقل سماح of ambiguity in well-defined and regulated tasks، في مهام وظيفية معينة وواضحة. إذا لما نقول إحنا أفضل استراتيجية لإدارة الأفراد أنفسهم، إن هم نعطهم مش تولرانس عالي، لأن التولرانس عالي في الأمبيجيوتي سيؤدي إلى نتائج سلبية. لكن المدير نفسه المدير نفسه بده يكون عنده تولرانس عالي في الأمبيجيوتي، بده يستقبل الجميع، بده يتحمل الجميع، وإلا بده يكون في عنده ضغط كبير نتيجة هذه الالتباسات. إذن المدير يمكن أن يكون لديه قدرة كبيرة من تحمل الالتباسات، بنسميه high tolerance of ambiguity، لكن الموظفين نفسهم اللي بيقوموا على المهام لابد ألا يعطوا أو ألا يكون لديهم الإيش high tolerance of إيش of ambiguity، لأنه نتائجهم ستكون بالتأكيد سلبية وعكسية. تمام. طيب في عنا أيضا مقياس آخر type A and type B traits، اللي هي يعني نوعين ممكن نسمي الناس أو البشر نصنفهم أو الموظفين إلى نوعين، نوع بنسميه A ونوع بنسميه B personality. والA personality is impatient، في عندهم يعني دافعية، competitive تشاركيين، ambitious and applied، وعندهم طبعا اللي هو حب خلينا نقول النجاح. تمام. اما تايب بي بيرسوناليتي فهم مور ريلاكسد، اكثر يعني زي ما نقول حب لي اللي هو الريلاكسيشن والانبساط، وعدم يعني تحميل انفسهم اكثر من الطاقه. ايزي جوينج بيعملوا بشكل سهل يعني بدون الاحتياج الى ضغط انفسهم وضغط الاخرين. اند ليس اوفرتلي competitive than type A، وأقل اللي هو رغبة في التنافسية من type A. وبالتالي type B are not without stress، الحقيقة انه type B مش يعني هم ليسوا بدون ضغط، ولكن they confront تمام challenges، هم بتعاملوا وبتلاقموا مع challenges الموجودة and external threats، ومع اللي هو المخاطر الخارجية frantically، يعني unlike type A أقل حدة مما يتعامل type A، وأقل انتباها. تمام. لأنه type A خلاص هو جاهز ومستعد لتلك المخاطر، يعني على ركبة ونص حينما ظهرت هذه المخاطر يتعامل معها. بينما type B هو more relaxation، يعني بتظهر المخاطر وبتأدي ممكن أضرار وهو يبدأ في التعاطي معها، ولكن يكون تحت ضغط، ولكن ليس كالضغط اللي فيه اللي هو التايب A من البشر. تمام. تايب B أيضا personalities reality experience، عندهم يعني خلينا نقول خبرة a frustrated sense، عندهم يعني خلينا نقول حدث تمام of wasting time، كمان انه ممكن يكون عندهم يعني ما مشكلة انهم يضيعوا اوقات will not actively engaged، لما يكونوا مش مرتبطين بشكل ايجابي in a productive activity، في مرحلة من الانتاجية، وبالتالي هم careless about يعني المؤسسة ككل، هم بفكروا فقط في انجاز المهام المنوطة بهم وليس المهام المتكاملة. all the type A على الرغم من انه type A have higher job performance than type B،
أدائهم جيد وأكبر بكتير من تايب بي. تايب A are also more prone, معرضين أكثر to stress and coronary heart disease, وكذلك الضغط وكذلك أمراض الإيش القلب اللي ممكن تتولد نتيجة حرصهم الشديد على الأداء. تمام. Type A and Type B traits, سمات الشخصية Type A و Type B. A type أو A type B personality describes, بيوصف someone, هذا الشخص, who is relaxed, easy going and less overly competitive, ما عندوش يعني زي ما تقول الصعوبات الكثيرة, بيتعامل بشكل سلس وسهل وليس تحت ضغط. This manager, هذا المدير اللي احنا شايفينه في الصورة, seems to be calm, هادئ, and relaxed, وهو ايش يعني ليس تحت ضغط او انفعال. As she completes a project, كما هي ايش انهت الموضوع المشروع. While we cannot be certain, بينما نحن لا يمكننا ان نكون متأكدين, it would appear likely that, تبدو انها, she has a type B personality, يعني احنا لسنا متأكدين بالتأكيد انها من اللي هو type B, قد تكون هي type A, ولكن نتيجة انجازها للمهمة اصبحت الان في relaxation لانها اتمت البروجكت. تمام. اذا ليس بالضرورة ان كل مدير يضحك هو من type B, وانما قد يكون من يعني افضل التايب A, ولكنه انهى المهمة, ادى الوظيفة, حقق التارجت الخاص به وحقق ايش الهدف. لكن within the project itself او within the job itself هتجده هو مضغوط, وتجده دائما يسعى الى تفاصيل التفاصيل حتى يحققها. تمام. طيب اذا التايب A والتايب B زي ما هم موجودين عندنا بالشكل, راح نلاحظ انه التايب A ايش ماله, more competitive, عنده تنافسية اعلى, more developed to work, اكثر بطور من نفسه للعمل, stronger sense, عنده حس ايش مالي عالي, of time urgency, بالزمن, بحس في الزمن, بضيعش الزمن ببلاش. اما type B فبتلاقيه less competitive, less developed to work, weaker sense of time urgency, يعني اقل حس في اللي هو time urgency, أهمية الوقت الموجودة. إذا بعض الناس have extreme type A, هم type A بشكل كبير, وبعض الناس extreme type B, تمام, personality profiles, ولكن هناك بعض البيبل tend toward one type or the others, يعني أحيانا بتلاقيه هو من type B أو ماخذ بعض الأشياء من type A. تمام. This is reflected by the overlap, هناك تداخل between the profiles shown here. بعض الناس بتلاقيه يعني جاي ما بين A وما بين B, أو ماخذ سمات من التايب A وسمات من التايب B. تمام. في عنا ال personality and individual behavior, بدنا نشوف ال bullying personality. ال bullying personality وهي شغلة مهمة جدا جدا في ال workplace bullying, وهو عبارة عن التنمر داخل العمل. طبعا عملية التنمر داخل العمل هي يعني عبارة عن ال mistreatment, اللي هو سوء التعامل مع الموظفين الآخرين. ايضا ربما يكون من خلال الفيربال ابيوز, اللفظي, تنمر لفظي او تنمر, خلينا نقول تهديد ممكن يكون, او ممكن يكون ايضا استخفاف, ممكن يكون يعني عدم تكريم, وممكن يكون ايضا يعني استقلال من الاخرين كذلك. هذه هي بعض المظاهر الخاصة بالتنمر. طيب التنمر الحقيقة يكلف الموظف نفسه ويكلف المؤسسة طبعا كثير. ممكن هذا يحتاج إلى يعني أول شيء تعويض نفسي, تعويض مادي لو صار يعني هذا الموظف رافع قضية على المدير أو على الشركة إذا كانت الشركة متنمرة تجاهه, أو مثلا لدى المدير بعض السلوكيات
تجاه بعض الموظفين، ممكن أيضا بعض الموظفين نتيجة ذلك يتركوا المؤسسة أو الشركة أو المنظمة ويغادروا إلى مؤسسات أخرى يعني، وبالتالي سيكون أثار التنمر سلبية بشكل كبير، وبالتالي نفس المكان ممكن يكون غير صالح للعمل، غير مرغوب العمل به، وستظهر أيضا الريبيوتيشنال اللي هو سمعة سيئة على هذه المنظمة. مين اللي ممكن يكون عنده رغبة في انه يكون عنده تنمر؟ مثلا عملية التنمر هي عملية بصراحة كومبلكس and comes in a variety of forms، يعني ممكن ان تأتي باشكال مختلفة، ولكن الاكثر يعني common all times is the abuse of authority، استخدام الصلاحية بشيء بغير موضعها، واستخدام القوة والباور بغير موضعه، تمام؟ وبالتالي بعض الناس لديه رغبة في التنمر أو أنه يتحكم في اللي هو الأشخاص الآخرين. وأحيانا ممكن نقول أنه التنمر هو بصراحة صورة من صور الميكافيلية اللي ممكن يعني يقع تحت سيطرة المدراء، تمام؟ نيجي للانتليجنس وهي يعني الذكاء، وهو مهم جدا جدا، ومن الصفات الشخصية اللي بتفرق ما بين الموظفين، تمام؟ أو التمييز بين الموظفين، الاختلافات زي ما كنا نتحدث، الاختلافات ما بين الأفراد داخل المؤسسة أو داخل المنظمة، الانتليجنس، تمام؟ شو هو الانتليجنس؟ هو الذكاء اللي بيوصف الشخصية اللي موجودة عندي، بيوصف سمات الشخصية، وهو شيء أيضا مهم من الـ individual differences اللي لازم إحنا نعرفها كناس نتعامل مع الموظفين وندير الموظفين. وهناك العديد من types of intelligence or mental abilities، القدرات العقلية including، في عندنا general mental ability، القدرة العقلية العامة، في information processing capacity اللي هي السعة المعلوماتية أو المعالجة للمعلومات، وفي verbal ability اللي هي القدرة كمان اللي هي الكلامية، في عندنا emotional intelligence كمان اللي هي الذكاء العاطفي من أنواع intelligence، والgeneral mental ability بصراحة هي يعني القدرة العقلية العامة، وهي بنسميه الذكاء، الذكاء الخاص بالإنسان. وهذا طبعا مهمة جدا ومقياس أساسي، لأنه احنا نقيس هذا الموظف في تعاطيه مع العملية اللي ممكن يخضع إلها، في إنه يطبق المعلومات، في إنه يستفيد من المعلومات، وهي دائما طبعا بتتضمن قراءة الفرد للمشكلة، أسبابها، عملية التذكر اللي ممكن تصير، عملية الفهم، وكمان البروبلم سولفينج والديسيشن ميكينج. هذا ضمن اللي هو الذكاء العام اللي مطلوب للموظف، وبالتالي في حال تقييمنا لأي موظف يجب أن يخضع بداية إلى اللي هو الاختبار الذكاء العام ويتم قياسه. طبعا الكثير من الاختبارات اللي موجودة حاليا لهذا الاختبار ممكن أيضا نجدها عبر الإنترنت. بعض الكومبانيز مثلا مثل جوجل prefer to hire for general mental ability rather than experience، بتفضل إن هي توظف بناء على اللي هو القدرة على الذكاء العام، خلينا نقول، وإمكانيات الذكاء العام، أكثر من إنها توظف على الخبرة، لأنه اللي عنده ذكاء عام بالتأكيد ممكن أن يكتسب خبرة لاحقا ويؤدي الوظيفة على أكمل، تمام؟ طيب الانفورميشن، النوع الثاني من الانتليجنس هو انفورميشن بروسيسنج كاباسيتي، وهي سعة معالجة البيانات، وطبعا هذه لها علاقة بالانديفيدجوال، هاو كان بروسيس اند اورجنايز الانفورميشن، كيف بيعالجها، كيف بيتعامل معها، وكيف امكانية استيعابه لكم المعلومات الكبير، تمام؟ الجنرال ابيليتي بصراحة بتأثر في الانفورميشن بروسيسنج كاباسيتي، والايج ايضا ممكن يأثر كمان على مقدار الانفورميشن بروسيسنج كاباسيتي. واحيانا ممكن نلاحظ شغله، انه ريليتيفلي الاولدر ادلتس، الناس اللي كبار عندهم قدره وعندهم رغبه في ان هم يكون لديهم اكسس، تمام،
to a wider amount and variety of information. بده يكون عندهم لديهم دخول وقدرة على اللي هو الدخول إلى كمية كبيرة من المعلومات على الرغم من إنه هم أقل قدرة على إنهم يتعالجوا هذه البيانات بشكل أسرع من اللي هو الـ younger adults. إذا بدنا نميز ما بين الرغبة وما بين الـ capacity، إذا الرغبة في أنه أنا أحصل على بيانات سنجدها في الناس السينيور، دائما بيحب يكون عنده بيانات أكثر وأكثر عن الموظفين وعن الشركة وعن غيره، لكن هل هذه البيانات يتم معالجتها والاستفادة منها؟ بالتأكيد بشكل قليل. لكن الـ younger بتلاقيه هو بده معلومات كثيرة في specific point تفيده ويشتغل فيها، وهذه إلى علاقة تمييز ما بين يعني خلينا نقول شو بيأثر العمر على اللي هو الانفورميشن بروسيسنج كاسيتي. تمام. طبعا هناك اختلافات ايضا في المينتال ابيليتي تيست، وهناك كثير من المينتال ابيليتي تيست اللي هي اللي ممكن نرجع لها، منها الوندرليك بيرسونال تيست وغيره من الاختبارات اللي ممكن احنا تكون سكيلز تقيس الي الانتليجنس كمان. تمام. عملية اللي هي التوظيف لابد زي ما قلنا انها تراعي مسألة اللي هو الجنرال منتال ابيليتي كذلك في حالة التوظيف. تمام. في عندنا الجنرال منتال ابيليتي مثلا زي ما هنشوف في تابل 3 التست ايتمز ذا فولوينج كويستشن، مثلا بتوضح لي على سبيل المثال هذه بعض الاسئله موجوده في الوندرليك بيرسونال تيست ميجرينج منتال ابيليتي، الانسرز ار ات ذا بوتوم اوف ذا تيبل. خلينا نشوف السؤال الاول، بيقول لي اسيوم ذا فيرست تو ستيتمنتس، اول جملتين ار ترو صحيحات، از ذا فاينل وان ترو فولس او ايش سيرتين. بيقول لي ذا جيل بليز سوكر وكذلك السوكر بلايرز ويري كليتس. طيب بما انه هدول التنتين صحيحات، هل الجيل ويلز سكريت اور كليست؟ نعم هي لابد، لانها هي تلعب هذه اللعبة واللاعبين لابد ان يرتدوا ايش هذه الملابس، اذا الجيل ويلز كليتس. تمام. هذا الانسر ترو. اوكي تمام. في عندنا الجنرال منتال ابيليتي طبعا بيبر سيلز اوف 0.36 اوكي 0.36 بير باد، وات ويل 3 بادز كوست. هنا طبعا عشان نشوف الانسر بده يكون 3 مضروب في ايش في بوينت ايش 3.6. تمام. هنا السؤال اللي بعديه مثلا طبعا للذكاء وقياس الذكاء، هاو ماني اوف The five bears, الأجواج الخمسة of items listed below are exact duplicates. إيش مالها؟ مكررة. إذا بنطلع في الأول لا مش مكرر، الثاني مكرر، الثالث مش مكرر، الرابع مكرر، الخامس مش مكرر. إذا في عنا فقط زوجين من الأزواج هاي مكررة. طيب present preserve. أها present preserve. Do these words have similar meaning مثلا ولا have contradictory meanings ولا mean neither the same nor the opposite. هنا مثلا مين السؤال فيهم؟ okay do these words mean neither the same nor the opposite هو الإجابة الصحيحة. هذه النماذج من نماذج اختبارات الذكاء العقلي اللي ممكن تقيس الموظفين، وممكن كل واحد فينا يروح لهذه النماذج ويعمل اختبار ويقيس طبعا قديش الذكاء العقلي اللي موجود عنده، وطبعا في مقياس وفي معايير بيوضح لك هل انت انتليجنت لس انتليجنت نورمال، وهل انت يعني صم في بعض الاحيان يكون يعني لس انتليجنت. تمام. طيب المالتيبل انتليجنس اللي هو ايش بنسميه الذكاء المتعدد، المالتيبل انتليجنس ممكن يكون طبعا في اللينجويستكس مثلا في الكلمات واللانجويج، ممكن يكون في اللوجيكال المنطق زي الماثماتيكال لوجيك اند نمبرز، في ممكن يكون في الميوزيكال ايضا في عنده ذكاء في موسيقى زي الميوزيك راثيوم اند ساوندز، ممكن يكون في البادي والكينستيك اللي هو body movement and control، ممكن يكون في الspatial والvisual images and space الموجودة، ممكن يكون في الinterpersonal other people's feeling، أيضا ممكن يكون في الinterpersonal self awareness. هذا
في المالتيبل انتليجنس. وهي المالتيبل انتليجنس ايضا وماتشنج الانتليجنس تايب وذ كاريرز تشويسز. مثلا لو تحدثنا عن التايب اوف انتليجنس، لو قلنا بودلي والكسمتكس الاشياء اللي خلينا نقول الحركيه والجسديه، فهي ايضا فيزيكال اجيليتي اند بالانس، تمام، في توازن، بودي كنترول تحكم في الجسد، هاند اي كوردينيشن اللي هو بتكون في يعني تعاون ما بين العين واليد. طيب لمين الريليتد كاريرز اللي ممكن تناسب؟ قال لك الاتليتس اللاعبين، الفاير فايترز اللي هم خلينا نقول دفاع المدني للحرائق، والتشيفز اللي هم الطباخين، والاكتورز الممثلين، والجاردنز اللي هم البساتيني. طيب البريفيرد ليرنينج ستايل، شو الليرنينج ستايل المناسب لهم؟ قال لك التاتش اند فيل، اللمس والحس، الفيزيكال اكسبيرينس، كمان السلوك اللي هو الفيزيائي. كذلك هناك ايضا اللي هو الانواع المختلفه، وما الذي يلائمها من وظائف، وما الذي يلائمها من نظام تعلم. كليك في هذا الجدول 3-4 اللي هو بيعمل matching intelligence types with peer choice. الاموشنال انتليجنس وهو الذكاء العاطفي، وهو مشتهر بشكل كبير. يعني الحقيقه الانتربيرسونال كاباسيتي هو عباره عن قدره الفرد على ايش؟ التعامل واحتواء الاخرين، تمام، اثناء العمل، وقدرته على اللي هو اظهار العواطف، وقدرته على ايضا understand and use them، يعني يفهم هذه العواطف ويستخدم هذه العواطف، and manage emotions، ويدير تلك العواطف in oneself and other people، مع نفسه ومع الآخرين، تمام؟ لذلك يعني الذكاء العاطفي هو مهم جدا في حالة اختيار الموظف، لأنه سيكون يعني لديه القدرة على التعامل مع الآخرين. أول شيء يتعامل مع نفسه، ثم يتعامل مع الآخرين، يفهم الآخرين، ويحاول أن يرسل إشارات للآخرين كي يفهموه. وبالتالي هناك يعني أيضا اللي هو الإكسبرت دانيال جلومان عرف الاموشنال انتليجنس وحط له خمس دايمنشنز، خمس ابعاد. هاي الخمس دايمنشنز شو هي؟ انكلود 3 بيرسونال كومبتنسز، ثلاث اشياء مكونات شخصيه اللي هي سيلف اويرنس، سيلف ريجوليشن، اند الموتيفيشن، وعي بالذات، تنظيم للذات، وتحفيز. وحط كمان 2 سوشيال كومبتنسز، وشغلتين اجتماعيات هما الامباثي اند السوشيال سكيلز، هما الاستيعاب وكذلك المهارات، خلينا نقول، او الاندماج والمهارات الايش؟ الاجتماعيه اللي ممكن تكون لديه. ايموشنال كابابيلتيز، القدره اللي هي العاطفيه، مي اوبريت at multiple levels، يمكن يعني يتم تشغيلها على مستويات اشمالها مختلفه، وهي ايضا تغير change in organization، وتؤثر في التغيير في الorganization. طبعا هاي الأشياء اللي احنا تحدثنا، وأيضا يمكن اللي هو أي واحد فينا يعمل estimation له اللي هو emotional intelligence by taking the AI self-assessment from about.com على الرابط التالي. طيب نيجي لآخر شيء اللي هي learning styles، والlearning styles المقصود فيها انه كيف الindividual differences، هذه الاختلافات الفردية والبرفورمانس، كيف إلها أو كيف يمكننا أن نتعاطى وأن نعالج الانفورميشن، وفي حالة اللي هو إحنا بدنا نعمل problem solving، بدنا نعمل تعليم، بدنا نعمل engaging اندماج in similar activities في وظائف مشابهة. إذن عملية learning style، كيف المود أو كيف الطريقة والمنهجية في التعلم تختلف من شخص إلى آخر ومن سمة إلى أخرى. بعض الناس تجده يعني يمكن أن يتعلم بطريقة مناسبة له، وبعض الآخر هذه الطريقة لا تناسبه. طيب there are several of the most popular approaches، طرق أو methods to learning styles. شو هي learning styles المتاحة؟ قال لك أول شيء في عندي اللي هو sensory modality، اللي هي الطريقة
الحسية، الطريقة الحسية أو بالحواس. وإحنا بنعرف في بعض الناس ممكن يكون عنده visual learning by seeing، يعني ممكن يكون عنده تعلم أو طريقة تعلم بواسطة الفيجوال الرؤية، في عنده طريقة تعلم بواسطة الأوديتوري من خلال السماع، تمام، في عنده تعلم من خلال اللي هي تاكتيل اللي هي learning by touching من خلال اللمس، وفي عنا اللي هي kinesthetic learning by doing من خلال الحركة ومن خلال الفعل. إذا الريسيرشرز قالوا إنه في عنا حوالي من 20-30% من الأمريكان students are auditory، هم بيتعلموا بواسطة إيش؟ من 20-30% بواسطة السماع. and about 40% are visual، بيتعلموا بالنظر، صاروا عنا 40% من الطلاب الأمريكان. and the remaining المتبقين 30-40% are either tactile، هم إما يكونوا يعني باللمس أو بالactivity أو ممكن يكونوا بالفيجوال أو tactile أو مو أو some إيش cooperation between these you know different senses، تمام، الحواس المختلفة. في عندنا ال Kolob learning style inventory، وهذا طبعا بيتحدث على إنه one of the more dominant approaches to categorize اللي هي ال education styles according to David Kolb، هو صاحب هذه النظرية في خلينا نتحدث طرق التعلم لدى الموظفين، وقال في عندنا basic إيش four basic learning modes or styles، هاي هي عبارة عن ال active experimentation، تمام، اللي هي خلينا نتحدث الاكسبيرينس او التجربه الفاعله، والريفلكتيف اوبزرفيشن المشاهده الانعكاسيه، والكونكريت اكسبيرينس والخبره خلينا نتحدث الواضحه او الخالصه، والابستراكت كونسبتشواليزيشن اللي هو المفهوم او المفاهيم ايش مالها الصحيحه والمختصره، تمام. طيب there are four basic learning styles، بناء على هذا يبقى هناك اربعه. في عندنا converges، هم الناس اللي دائما بيحاولوا يتقربوا من الاخرين، وبالتالي بيكون في عندهم رغبة في انه يكون عندهم active experimentation، يعني تجارب فاعلة، and abstract conceptualization مفاهيم حتى يفهموها. وهدول الناس عادة بهذا الستايل superior in technical tasks، في المهام المهارية، and problems، and inferior in interpersonal، وهم غير قادرين على طبعا في كثير اللي هو من العلاقات اللي هي الاجتماعية، تمام. في divergers اللي هم depends primarily on concrete experience، في عندهم تجارب إشمالها قوية وواضحة، and reflective observation، وكذلك مشاهدات انعكاسية. هدول الناس في الستايل تبع التعلم دائما يرغبوا في انهم إيش يعملوا organization من خلال concrete situation from different perspectives and structure their relationship مع مين into a meaningful world. دائما بتكون الأمور الخاصة بهم ذات علاقة بأنه في عنا يعني experience واضحة وتجارب واضحة. They are superior in generating، إن يكون في عندهم قدرة على خلق نظريات أو فرضيات وأفكار، and tend to be imaginative، وأيضا قادرين على التخيل، and people or feeling oriented، وعندهم كمان يعني قدرة على توجيه الناس وتوجيه الإيش اللي الشعوريات. طيب assimilators أيضا يعني depend on abstract، هدول الناس اللي هم عندهم القدرة على يعني التشابه، او خلينا نقول عمل نسخة مشابهة، اوكي، وبالتالي يعني يعتمدوا على الـ abstract conceptualization and reflective observation. وهؤلاء الموظفين عادة ما يرغبوا انه يكونوا more concerned، عندهم اهتمام كبير about abstract concepts،
اللي هي المفاهيم الخاصة and ideas than about people. ما أنت يعني رغبتهم بالتعامل مع الكونسبتس أكتر من رغبتهم بالتعامل مع الأفراد، وهدول دائما يعني بيركزوا على اللوجيكال ساوندنس يعني، وكذلك بتعاملوا مع الأفكار أكتر ما بتعاملوا مع اللي هم الأفراد، وعندهم ممكن يصلحوا أنهم يشتغلوا في اللي هو research و development and planning units. طيب في عندنا الأكوموديتورز، الناس اللي دائما يعني يتوطنوا ويستطيعوا التعامل في الشركات ويستمروا، هدول really mainly on active experimentation، بيهتموا بشكل كبير في اللي هي التجارب الحيوية أو اللي خلينا نقول الفعالة، والكونكريت experiences كمان، وكذلك الخبرات القوية، and focus on risk taking، وهم بيركزوا على أخذ المخاطرة، opportunity seeking، يبحثوا عن الفرص، and action. إذا هدول الناس تند دائما إنهم يتعاملوا مع people easily بشكل كبير، specialize in action oriented jobs such as marketing and sales. هدول بنسميهم accommodator. كده إحنا بنكون أنهينا الشابتر، نصل إلى السمري الخاصة بهذا الجزء. طبعا organizations strive to achieve an optimal person job fit، لازم يكون في عنا يعني قراءة جيدة ملائمة هذا الموظف للوظيفة، ولكن هذه العملية بصراحة هي عملية ليست سهلة. شفنا البيرسوناليتيز يعني relatively stable sets of psychological and behavioral attributes، كمان إلها علاقة بالشخص نفسه وكذلك بالمؤسسة، وعرفنا البيج فايف بيرسوناليتي تريتس اللي هي الأجريابلنس والكونشستوانيوسنس والنيروماتيزم والإكسترافيرجن والأوبنس، كذلك شفنا الميرز بيجز أيضا دايمينشنز and emotional intelligence also offers insight into إيش personality in organization، وشفنا الأذر important personality traits including the locus of control والself efficiency والauthoritism والmachiavellianism والself esteem والrisk ابرنسيتي، وشفنا learning styles with individual differences and performances in how we process information while problem solving learning أيضا similar activities. كل هاي الأشياء important individual differences and performances for any organization and there are numerous typologies measures and models that capture them، ويمكن احنا نستفيد منها في قياس تلك الاشياء. وكمان شفنا اللي هو الانتليجنس، شفنا انواع الانتليجنس وكيف يمكن ان يعني نستفيد من هذه خلينا نقول الذكاء داخل المنظمة، وقلنا ان ما نفضله هو الذكاء العام، ومن ثم يأتي اللي هي بعض الانواع المختلفة من الذكاء مثل الذكاء العاطفي والذكاء اللي هو اللفظي والذكاء الاجتماعي. كده بنكون احنا انهينا المحاضرة. المحاضرة القادمة في المناقشة هذا الاسبوع سنناقش هذه الاسئلة ونجيب عليها باذن الله تعالى. اشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.